أهلا بكم من جديد. وقعت اتفاقية بين بورصة البحرين ومجموعة جي اف اتش المالية تعين بموجبها البورصة كمسجل لأسهم المجموعة. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس. وبموجب الاتفاقية ستقوم البورصة بتقديم حزمة من الخدمات لمجموعة جي اف اتش المالية، تشمل الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك، بالإضافة إلى تحديث بيانات سجل المساهمين الناتجة عن التداولات على أسهم البنك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المنظمة لذلك في بورصة البحرين. كما ستوفر البورصة بموجب الاتفاقية عددا من الخدمات الإلكترونية التي تشمل تزويد مجموعة جي اف اتش المالية بشكل فوري بالتقارير الخاصة بنقل الملكية الناتج عن عمليات التداول في أسهم البنك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عبد الله عبدين رئيس التسويات والإيداع المركزي في بورصة البحرين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ عبد الله، ما هي طبيعة الآثار الإيجابية لمثل هذا النوع من الاتفاقيات على الارتقاء بمستوى أداء التداولات في بورصة البحرين؟ شكرا أختي. تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بورصة البحرين لسنة 2017 وتماشيا مع التزام البورصة بالمعايير الدولية، والتي من المتوقع أن تفتح آفاق جديدة لقطاع رأس المال في المملكة، من بينها زيادة فرصة انضمام بورصة البحرين لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلا عن أنها سترفع من مستوى حماية المستثمرين، كما أنها ستساهم في طرح منتجات جديدة كالإقراض والاقتراض في الأوراق المالية والبيع على المكشوف، وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية ورفع السيولة. كما أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والإقليمية. نعم، هل لك أن تطلعنا أستاذ على تفاصيل الاتفاقيات الجديدة التي من المتوقع إبرامها مع مؤسسات مالية أو شركات أخرى مدرجة في بورصة البحرين؟ نعم، نأخذ على عاتقنا كبورصة البحرين بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المتميزة للشركات المساهمة العامة والمقفلة، طبعا المدرجة منها وغير المدرجة، من خلال نظام إلكتروني عالمي متطور مطبق لدى أكثر من 44 دولة في العالم. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم بورصة البحرين بتقديم خدمة الاحتفاظ بالسجل إلكترونيا، تنظيم الجمعيات العمومية العادية والغير عادية للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وتوزيع الأرباح طبعا من الأسهم وللأرباح النقدية، بالإضافة إلى تحديث بيانات المساهمين الناتجة عن التداولات بما يتفق مع القوانين والتشريعات المنظمة لذلك. ومن المؤمل أيضا أن يتم ربط حساب الأوراق المالية للمساهمين بحساباتهم البنكية ليتم تحويل الأرباح النقدية إلى حساباتهم مباشرة في المستقبل القريب بإذن الله. نعم، عبد الله عبدين رئيس التسويات والإيداع المركزي في بورصة البحرين، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، نظمت لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين محاضرة حول اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وذلك بالتعاون مع مختبر فحص المعادن والأحجار الكريمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي قدمها الخبير العالمي فينسنت بارودي. وقد أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسة لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ديما الحداد على أهمية دعم وتنشيط قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين، والذي يعتبر واحدا من القطاعات التاريخية العريقة في المملكة بهدف تنويع مصادر الدخل ومواكبة رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030. كما أكدت الحداد أن اللجنة ستواصل جهودها لتنظيم مثل هذه المحاضرات وورش العمل من أجل خدمة قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات والذي يعول عليه كثيرا في المملكة. للحضور يستفيدون من هذه المحاضرة لأن فيها معلومات بتكون مو بس عن اللؤلؤ وطرق تنقيبه، بتكون محاضرة شاملة عن الأحجار الكريمة من وين وقيمتها التاريخية ومعلومات أخرى إن شاء الله. أكيد في اهتمام رسمي بقطاع اللؤلؤ، وهذه طبعا من القطاعات اللي إحنا كغرفة وكمملكة البحرين مهتمين فيها نظرا لقيمتها التاريخية
وأيضا أن هي بتكون تساهم في تعدد مصادر الدخل. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا من أداء البورصات الخليجية في بداية تعاملات هذا الأسبوع، حيث أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6968 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6819 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته مشاهدينا 0.8%. ونأتي لأداء سوق أبوظبي الأوراق المالية والتي أغلقت بانخفاض بلغت نسبته 0.22%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3469 نقطة، وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم بإغلاقه بانخفاض بلغت نسبته 1%. ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1336 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته مشاهدينا 0.17%. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 2,120,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 928,000 دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة أكثر من 708,000 دينار، أي ما نسبته 76% من القيمة الإجمالية للتداول.